أول شيء نفتح نيو أسامبلي، الثانية هذه أسامبلي، إما دبل كليك إما أوكي. بنفتح أسامبلي، ممتاز. فتح معنا الأسامبلي مباشرة، يعطينا إيش؟ يعطينا كيف راح نسحب القطع. يمديك تطلع منها على طول ونعمل إيش؟ Insert Component. Insert Component تيجي تعمل براوز عشان تبحث عن القطعة فين اللي تبغى تسحبها. طبعا تشوف أنت مشروعك فين سجلته، أنا سجلت مشروعي هنا. راح نجمع هذه القطع كلها. ليش راح نبدأ؟ راح نبدأ بالبيز، الرولر بيز هذه تجي معنا على طول، دبل كليك نروح نعمل سيف اس، سيف اس نسميها اسامبلي او بيلت، بيلت رولر اسامبلي وسيف، ممتاز. هلا راح نجيب عليها بالقطعه، بالقطعه insert component. يلا ايش القطعه الجايه اللي راح نجيبها؟ راح نجيب البراكت طبعا، براوز البارت 2 اللي هي البراكت. طبعا نحتاج منها قطعتين عشان نجمع البراكت على البيس. ايش نحتاج؟ الثقوب هذه تكون ايش؟ تكون concentric. طبعا هذه الكونديشنز، هذه الشروط عشان التجميع تسمى ميت. راح نضغط على ميت ونعمل تحديد لهذا السلندر، يعني التجويف وهذا التجويف عشان يكونوا مع بعض، وهذا التجويف تمام. يطلع معنا ايش؟ كونسنتريك. نقول له اوكي. طبعا هو ما شاء الله عليه يعرف سوليد وركس طوالي. ايضا نبغى هذا التجويف مع هذا التجويف يكون ايش؟ يكون كونسنتريك. جابها على طول كونسنتريك، نقول له اوكي. لكن ايضا نبغى ايش؟ هذا المسطح وهذا المسطح يكونوا ايش؟ يكونوا متساويين، كوانسيدنس. نعطيها اوكي. هلا جمعنا هذه القطعه الاولى، نعمل اوكي تيك، نحفظ ونضيف البراكت الثاني، براوز براكت نجيبها هنا ميت بنفس الطريقه. يلا نعطي هذه وهذه، اوكي هذه مع هذه، اوكي تروح تحدد القطعه وتحركها. بيمديك تحركها اما مباشره اما بموف كومبوننت، شايفينها هنا لما تكون مفعله. نعطي هذا المسطح مع هذا المسطح كوانسيدنس ونقول له اوكي. هلا راح نضيف ايش؟ هلا راح نضيف الشافت. اعمل لي سيف قبل كل شيء، نعمل حفظ. يلا نجيب الشافت، insert component براوز، وين الشافت؟ هذا الشافت. راح نجيب هذا الشافت هنا، مع العلم انه الميت راح يكون كيف؟ راح يكون هذا السيلندر مع هذا السيلندر كونسنتريك. نعطيها اوكي. ايضا راح نعمل ايش؟ لازم يكون هذا الشافت العمود يكون في الوسط، تمام. خلينا نشوف. طبعا هذه 80، كم راح تجي معنا الثانية؟ طبعا هذه كم على البيس؟ خلينا نشوفها. يلا على البيس طيب خلينا نشوف، احنا كنا فاتحينها بارت 3. هذه كانت 50، يعني على عرض الشافت مباشرة. فراح نعمل ايش؟ راح نقول له هذا المسطح مع هذا المسطح متساويين، نقول له اوكي. طيب عشان بعدين القطع، نقول له تيك اوكي. عشان بعدين القطع خلي نفتح الشافت، الشافت اللي هو البارت فوق، خلي نفتح ونشوف
البلينز، أيوة هذا البلين اللي عليه الإيش، اللي عليه الثقوب، نعطيه ميت مع إيش، نعطيه ميت مع هذا المسطح بارالل ولا أوكي. ممتاز F، ممتاز جدا، excellent. هلا راح نضيف إيش؟ قبل لا نضيف نعمل سيف. هلا راح نضيف البوشينج والرولر. يلا نجيب البوشينج، خلينا نشوف البوشينج من هنا. هذا البارت 5 اللي هو البوشينج. طيب طوله 21 عفوا، وهنا 18. طيب وخلينا عشان نجمع صح البارت 1 الرولر، فين الرولر، فين الرولر البارت 1 الرولر هنا، ايوه اللي يجي جوا هنا راح يجي البوشينج، البوشينج راح يجي جوا هنا وهنا. المسافه هذه كم؟ المسافه هذه 40، ايوه المسافه هذه 40 تمام. فراح نجمع احنا هلا، راح نجيب ال البوشينج الاول، نسكر هذه واعطينا سيف، ثم راح نجيب ايش، انسرت كومبوننت، اعطينا ال اعطينا البوشينج. طيب اعطينا البوشينج الاول هنا، هذا البوشينج لازم يكون ايش، لازم يكون السيلندر مع السيلندر في الميت، كوسنتريك. طيب نجيبها هنا، طيب نعمل اوكي عشان نسيف ريبيلت، ونعمل انسرت، انسرت كومبوننت براوز، ويلا نجيب البوشنج الثاني نفس الطريقة، راح نجيب البوشنج هنا، خلينا نجيبها من الناحية الثانية هنا، نعطيها ميت هذا السيلندر مع هذا السيلندر، نبغاها من الجهة الثانية، نبغاها من الجهة الثانية. أيوة نعمل ميت الاينمنت، نجيب هذه هنا تمام. طيب التوتال هذا كم؟ خلينا نعمل سيف. نعمل سيف ريبيلت اوكي. مجموع ال هنا وهنا لازم يكون كم؟ هنا عندنا 18 وهنا عندنا 18، والرولر عندنا 20 40 يعني 20 20. فالمسافة بين البوشينج هنا والبوشينج هنا المسافة كم؟ المفروض تكون 2 ملم تمام. 2 ملم المفروض 2 زائد 21 زائد 21 بتكون خلينا نشوف هنا، هنا معانا 40، البوشينج راح يركب من هنا ويركب من هنا. يلا نركب البوشينج، خلينا ما مشكلة، نجيب الرولر insert component browse part 1 اللي هي الرولر، نجيبها هنا، نعطيها ايش، نقول لها اول شيء هذا السيلندر مع هذا السيلندر واحد منهم بيكون concentric، نقول له اوكي. ثم هذا السيرفس مع هذا السيرفس بيكون كوانسيدنس، ايوه ممتاز، نقول له اوكي. ثم ثم نعطي ايش هذا السيرفس، هذا ديليت
ديليت هذا السيرفس مع هذا السيرفس. لا 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 ديليت هذا السيرفس ديليت هذا السيرفس نعطيها تيك تيك اوكي. ثم بعد ذلك بنشوف راح نبدأ نحرك هذا كله. طيب شوية حسابات الآن، خلينا نعمل سيف ريبيلت. شوية حسابات، المسافة هذه الكلية كم صارت معنا؟ هنا 3 ملي وهنا 3 ملي، مع الأربعين صارت 46. 46 من الخمسين لازم 2 ملي من هنا و 2 ملي من هنا، فاحنا نقول له ايش؟ مات هذا السيرفس هو فين؟ هذا السيرفس مع هذا السيرفس مسافة، الشرط هنا بيكون مسافة كم؟ 2 مليمتر، ونعطيها اوكي تيك. شو مشكلة؟ The selected method not be successfully added. Would you like to force this? Okay, خلينا نشوف. لا ما 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 في كويس. قلنا ايش؟ المسافة بين هذا المسطح mate وهذه السيرفس بتكون ايش؟ بتكون على مسافة 2 ملم. ونعطيها اوكي. تك. نحفظ كده نكون جمعنا ايش؟ جمعنا الرولر بيلت اللي شغالين عليه. تمام، خلي نشيك امورنا. اختار واحد من البلينز مثلا، واحد من البلين على على الشافت. طيب البلين اللي في الوسط هذا نعمل عليه ايش؟ كات. ممتاز، شايفين كيف السلندر والاكسترود كات والكات وكله كله تمام. ايضا يمديك تعمل كات تروح جاي، تمام على حسب البلاي اللي انت عامله. طيب نطلع منها نروح للايسومتريك نعمل حف. ممتاز، هلا عملنا الاسامبلي كلها. يمدينا ايضا نرسم رسمة الاسامبلي. كيف؟ نروح نفتح التمبلت اللي اشتغلنا عليها. فين التمبلت اللي اشتغلنا عليها؟ نعمل لها ايش؟ نعمل لها سيف اس ونسميها بيلت رولر. بيلت رولر اسامبلي اوكي. رايت كليك على شيت اديت شيت فورمات، نغير الاسم بنسميها بيلت رولر اسامبلي سكيب، نجيبها في الوسط نغير كلاس وورك نخليه 10 اسكيب اسكيب اوكي. اف تضغط على اف بعدين نعمل ايش؟ رايت كليك اديت شيت مع الحفظ. كيف راح نجيبها؟ نضغط على هنا فيو باليت على اليمين، نفتح البيلت رولر اسامبلي يطلع معانا الفيوز كلها. خلينا نجيب الايسومتريك هنا اول شيء. في شيء ما نبغى نشوفه اللي هي التانجنت لاينز، نعمل رايت كليك هنا على جنب تانجنت ايدجز ريموفد. ايوه كده كويس، حفظ. طيب يلا نجيب واحدة من الفيوز، نبغى مثلا الرايت
الرايت فيو هنا او البلان فرونت فيو زي ما تبغى. عفوا طبعا هنا جت معانا بالايش السكيل صغير اللي هو 1/2. بيمديك تضيف اي فيو عليها تمام من اي جهه. خلينا نجيب الاليفيشن هنا يكفي كده اوكي، او نشيل الاليفيشن كده ديليت يس، ونروح نعمل ايش سكشن. خلينا نسيف حفظ، خلينا نعمل سكشن على هنا، نعمل سكشن اوكي اوكي. في شغلات نبغى نشيلها ما نعمل عليها قطع، مثلا ايش هي؟ خلينا نشيل الشافت مثلا، الشافت ما نعمل عليه قطع اوكي تمام. نجد معانا السكشن اوكي، نعمل F عشان تجيك الرسمة كلها. طبعا هنا لازم نغير سكيل، نعمل حفظ رايت كليك edit sheet format السكيل، لازم نعدل الايش 1/2 escape escape right click edit sheet وكده نعمل سيف وخلصنا. طبعا في شغله هنا ما انتبهنا لها، انه نعمل flip direction بالنسبه للسكشن، بالنسبه للسكشن نغير الاتجاه. ايوه حفظ. نزل شوية هذا اوكي اوكي، نعمل F هنا، انتهينا من التجميع ومن رسمة التجميع. نصل هنا إلى ختام هذه الحصص والفيديوهات والمحاضرات بخصوص SolidWorks، برنامج SolidWorks. الحمد لله أنهينا المشروع اللي بدينا فيه، وهو تجميع الرولر بيلت، قالنا شهر تقريبا شغالين عليه. أتمنى أنه الكل استفاد من هذه المحاضرات.